السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكتر وقت ممكن تخسروا حد فيه هو متعصب. ما تحاولوش تستنفذوا الطاقة اللي الشخص بيكون محوشها في الوقت ده عليكوا انتوا بس. يعني وقت العصبية احنا بنكون عندنا طاقة مهولة عايزين نخرجها في أي حاجة وأي حد وأي موقف ممكن نفتعله حتى علشان نقدر نطلع الطاقة دي. فما تجيش جنب واحد متعصب وتيجي تقول له لا 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 انا مش هسيبك غير لما تهدى. هو مش عايز يهدى، هو لقى هدوءه في حته معينه. خليني احكي لكم على حاجه. انا عن نفسي شخصيا لما بكون متعصبه ما بعرفش اهدى غير مع نفسي. يعني لما بكون متضايقه لازم اقعد في مكان مقفول عليا، مش عايزه دوشه، مش عايزه ناس، مش عايزه حد يقعد يتكلم معايا، مش عايزه حد يقول لي مالك. كلمه مالك دي بتعصبني. مش عايزه حد يقول لي اهدي. لو حد قال لي اهدي هو انا مجنونه عشان اهدى؟ مش عايزه حد يلحق عليا، ما تلحقوش عليا. انا الفضفضه دي بتبقى احتياج، وانا لما احتياجي يجي ان انا افضفض لك هاجي احكي لك. فكنت لما اكون متضايقه ولا حاجه ولا حد يقعد يزن عليا ويلح عليا بتعصب اكتر. خلاص سيبيني، انا مش عايزه حد يتكلم معايا، مش عايزه حد يقول لي بتعمل ايه، مش عايزه حد يقول لي إيه انت زعلان ليه. انا ههدى عن نفسي وانا هتكلم معاك. بعد الزواج الموضوع اختلف شويه، بقيت عايزه اللي يقول لي كده، مش اي حد، عايزه هو، عايزه زوجي هو اللي يقول لي مالك، ايه اللي مضايقك، ايه اللي معصبك، عشان انا احتياجي لقيته في كده. انا عايزه اسمع ده، انا عايزه افضفض مع الشخص ده. وده مش معناه ان انا الاشخاص اللي قبل كده ما كنتش بحب اتكلم معاهم، بالعكس كنت بحب اتكلم معاهم، بس الاحتياجات اتغيرت، نفسيتك انت اتغيرت. الشاهد من الكلام ان كل وقت بيعدي على الواحد ليه احتياجات معينه وليه متطلبات وليه اشخاص احنا هنكون عايزينهم قريبين او مش قريبين على حسب الموقف. الموقف يفرض نفسه، لكن انت في الوقت ده نفسيتك كمان بتتحكم فيه جدا. فما ينفعش تيجي من واحد متعصب وتقعد تزن عليه، قول لي متضايق من ايه؟ لا لا اصل انا مش هنشغل غير لما تقول لي، اصل انا مش هروح غير لما تقول لي انت متضايق لي، اصل انا مش هعمل غير لما تقول لي انت متضايق. طب هو مش هيقول، هو مش عايز يقول، هو مش حابب يقول، مش لاقي نفسه في انه يتكلم. ادوا مساحه للناس عشان تقدر تعبر لكم على احتياجها. ادوا مساحه للناس عشان تقدر تتكلم معاكم زي ما انتوا محتاجين او عايزين. طب الكلام ده على كل الناس ولا ناس وناس؟ بصوا الكلام ده على كل الناس، لان الاحتياجات النفسيه دي مش شخص وشخص، كلنا عندنا احتياجات نفسيه، كلنا عندنا وقت بنبقى مش قادرين نتكلم فيه، مش عايزين نتكلم فيه، مش حابين نتكلم فيه. لو اتفرض او فرض علينا ان احنا نتكلم هنحس انه ده ايه ده، هو انا انت بتحقق معايا؟ فما تسمحوش لحاجه زي دي تحصل، ما تخلوش الموضوع يتقلب. بدل ما انتوا عايزين تساعدوا الشخص اللي قدامكم تكونوا حمل عليه. ويا سلام بقى لو ما رضاش يقول لكم انا متضايق ليه، شفت انت مش عايز تقول لي انت متضايق ليه، انت مش عارفه ايه تعملوا كده. يا جماعه خلاص انا مش عايز اتكلم دلوقتي، ايه المشكله؟ مش عايز اتكلم دلوقتي ايه المشكله؟ ما تبقوش حمل على الناس. الواحد بيبقى نفسه في حد قريب منه يتكلم معاه، نفسه في حد يفضفض معاه. لو انتوا بقيتوا حمل علينا ما هو اكيد مش هنفضفض معاك، واكيد مش هنتكلم معاك، واكيد مش هنلاقي الطريق والدخله اللي هتوصلنا لبعض. دي حاجه. تاني حاجه، انا بتعصب قوي 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 جدا من الشخص اللي دايما شايفك في صوره وبيطبق الصوره دي في معاملته معاك، ودايما مستني ان انت ترد بالطريقه اللي في دماغه هو. بمعنى انا عندي واحده اعرفها او واحده قريبه مني قوي، دايما شايفاني ان انا بفضل الناس كلها عليها، دايما شايفاني ان انا مش بحبها زي اي حد، ان هي مش ذات اهميه او اولويه عندي، مش قريبه مني بالدرجه، مع ان والله العظيم ابدا يعني مش كده خالص. خلاص الموضوع لو جت قالت لي مثلا ايه رايك في لون شعري، اكون مثلا لسه بشوف الكومنت، اشوف المسج بتاعتها، لسه بكتب اه ما انت طبعا هتقولي لي وحش، هو انت بيعجبك حاجه؟ ما انا كل حاجه بعملها وحشه. انتي عرفتي منين ان انا هقول كده؟ ليه بتضطريني ان انا اقولك انتي شكلك يقرف؟ ليه يا جماعة؟ ليه بتعملوا كده؟ ليه بتعملوا كده؟ ستي انتي شفتي مني حاجة؟ انا لسه اتكلمت، لسه نطقت. ليه بتجبروا الشخص اللي قدامكو ان هو يرد عليكو بالطريقة اللي انتو مش عايزين يرد بيها او خايفين يرد عليكو بيها؟ خلي العلاقة سلسة. هنقول دي حاجة. مثال تالت، في شخص
انتوا الاثنين بتكونوا متفقين على طريقة للمعاملة واحدة، يعني ما بحبش الشتيمة، ما بحبش مد الايد في الهزار، وانتوا في عز ما بتهزروا هو بيهزر شخص طبيعي عادي بيهزر ويضحك، تروح انت لطشه بالقفا. خلي بالكوا القفا دي اللي قايل ضرب القفا ما هي فا ما جربش، اوعوا تسمحوا لحد يعمل كده حتى لو بهزار. لقيت الشخص التاني خد جنبه وقال لا انا مش حابب اعمل كده، شفت انت نكد. يلا انا انت نكد، انت نكد، انت نكد يا جماعه، لا نكد ولا حاجه، هو متفق معاك انا ما بحبش كده، بتهزر معاه بالطريقه اللي ما بيحبهاش ليه؟ انت جاي تهينه ولا تهزر معاه من الاول؟ الهزار ده انا اضحك انت تضحك هو يضحك، طب انا ضحكت وانت عيطت اسمها قله ادب، انا ضحكت وانت اتضايقت اسمها مهانه، ليه نهين بعض؟ قولوا لي كده، ملهاش لازمه، ملهاش لازمه خالص نهين بعض ليه؟ ملهاش لازمه ابدا. دي حاجه، في شخصيات لذيذه كده، يعني انا من فتره للتانيه بتعامل مع شخصيات، يعني انا من نوعيه الناس اللي بتركز قوي في ردود الافعال وبتركز قوي في الحاجه اللي قدامي بيعملها عشان اخد بالي بقى، ما هو انا مش هفضل اتعامل معاك اقعد اختبرك، لا خلاص بقى انت بتبان قدامي موقفين ثلاثه ببقى عارفه انت بتبقى اخرك ايه، فبجيب من الاخر وبتعامل باخرك مش هقعد اجرب بقى. ففي حد من الناس اللذيذه اللي تحب تتفه من كلامك ظنا منه، انا كده رمشه قوي ودمي خفيف زي السكر زي العسل، تكون قاعد في امان الله تلاقي حد بيتكلم او انت بتتكلم، بتتكلم بواقعيه وجديه، والله يعني في الحقيقه في الحقيقه ولا في مش عارفه ايه، يا سكر انت شايف ان كده ده انت دمك حلو يعني دمك خفيف، حاسس كده باناقه ولسانك ما شاء الله واخد مجراه وبيتكلم زي ما هو عايز. لا طبعا ما ينفعش، انتوا بتتفهوا من كلام بعض قدام بعض حتى لو كنتوا صحاب، دي حاجه مش حلوه. امتى تبقى حلوه؟ لو انا متقبله وانت متقبل وهي متقبله وهو متقبل، كلنا متقبلين خلاص احنا كده بنهزر. لو لازم نحترم بس المساحه، لازم نحترم حدود القبول والرفض في حياه كل واحد، حدود ما ينفعش نتعديها، لو انا تعديت هيجي لي يتعدى عليا وهتبقى بقى ميغه، كله عمال يتعدى على بعض وكله عمال يشتم في بعض وكله عمال يلعب بعصب بعض. في حاجه كمان يا ريت كتير ياخدوا بالهم منها، لان هي حاجه يعني ممكن تكون مش ذات اهميه قوي لكنها بتحصل، لما تكون عازم حد عندك او انت معزوم عند حد او اتنين بياكلوا مع بعض وصدفه ان انتوا بتتكلموا في حاجه، انتوا بتتكلموا والشخص بياكل وفي بقه اكل وتاخر في الرد، فعمال تقول له ها 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 ها، ايه يا عم هو بقه اكل، هو نفترض تقل شويه وكان لقمه زياده شويه، يرد عليك ازاي؟ بخلاف ان ده اصلا يعني ده غلط، هو الاكل على الكلام سنه، ولكن انت لازم تبقى في سنس كده، لازم تشوف انت الشخص ده بياكل ولا لا، يعني ما تحرجوش، ما تحسسوش ان هو مصبوع مثلا قاعد بياكل. فحاجات بسيطه، حاجات بسيطه جدا بتخلينا لما نيجي نتواصل مع حد نبقى في ألفة كده، شخص بيحب يتكلم معانا، احنا مش تقال في الكلام على حد، مش تقال على نفسية حد. برضو في ناس كتير قوي، انا مش عارفة ليه عمالة اقول كل السلبيات في الفيديو ده، بس في ناس كتير قوي بتغفل لما تيجي تقعد مع حد مثلا هما في وسط الكلام كده ولا حاجة، يركزوا قوي، يبصوا قوي، ايه ده؟ هي انت حاطة ميك اب عامل ازاي؟ طب يعني هقول لكم على موقف برضو علشان اديكوا مثال حي. مره كنت قاعده برضو مع صحابي، وبعدين كان في بنت، البنت دي كانت يعني الميك اب بتاعها ما كانش حلو او كان متلخبط او حاجه، ودي مش دعوه ان حد يحط ميك اب، انا بتكلم كنا قاعدين في البيت. ففي واحده صاحبتنا ثالثه كانت رابعه، احنا كنا اربعه كنا قاعدين، وبعدين البنت دي اللي هي الرابعه دي ما كانتش قريبه مننا قوي او قريبه منها قوي، فكانوا قاعدين مع بعض وكانوا بيتكلموا في موضوع، في عماله تبص على بقها طول ما بتتكلم، ايه ده؟ يعني البنت التانية لاحظت فبتبص جامد قوي قوي كثافتها، فخليتها تقوم تدخل جوه تشوف ايه اللي في وشها. بلس بقى ان في بنات يعني ما بتاخدش بالها مثلا، يعني ما كانتش مظبطه وشها، ما تركزوش يا جماعه في التفاصيل،
بلاش تحرجوا اللي قدامكم بتركيزكم زيادة عن اللزوم، خليكوا طبيعيين، خليكوا لطاف، خليكوا لطاف مع الناس. والله الدنيا مش مستاهلة ان احنا نركز قوي، يعني انتوا ما بتركزوش في الذرة، مش حاجة بتذاكروها تمتحنوا فيها. واحد بيتكلم، ايه لازمتنا، لازمة ان احنا نركز في ملامحه وهو بيتكلم، نبص على بقه وهو بيتكلم. ما تحرجوش الناس، كل واحد عنده ديفوه وعارفه، ما تركزوش مع ديفوهات الناس علشان ما تضايقهمش، ما تخليهمش يبقوا مش حابين يتكلموا معاكم، ما تخليهمش يبقوا يتجنبوكوا او يخافوا يقابلوكوا صدفة. مش عايزين عقد، لا تعقدونا ولا نعقدكم، وخلينا لطوف.